مثلما تقاس الأعمال بخواتيمها. كنا اليوم في مسك ختام مهرجان روح النبوة بنسخته السادسة، الذي تميز هذه المرة بالمشاركات الكثيرة العالمية والعربية. اليوم قطفنا ثمار ما دار فيه من نقاشات ومداخلات وإلقاء لبحوث أثرت تلك الجلسات، فكان حصيلها تلك الأسئلة الجوهرية المحورية التي تحولت إلى توصيات. تضمنت هذه التوصيات إدراج منهج سيرة السيدة الزهراء، المطالبة طبعاً بإدراج سيرة السيدة الزهراء في المناهج التربوية، وكذلك هنالك اهتمام، يجب أن يكون اهتمام للناشئة، وخاصة في ظل توصيات سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني قبل أيام باهتمام، يجب أن تهتم الأسرة بتربية الأبناء تربية صالحة إسلامية. فطالبنا بورش عمل، طالبنا بمجموعة من الاهتمامات يجب أن تشمل هذا الجيل الناشئ، وتوصيات أخرى. كذلك تم تكريم الفائزات الأوائل في أجمل لوحة وأجمل رسم وأجمل خط وأجمل عمل يدوي.